خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتك حاليا يا برج الجدي عاملة ازاي؟ الشمس يعني ما شاء الله في نجاح، حاسس بنجاح كويسة، في إيمان، في يعني جواك دفى كده، جواك دفى، طاقة حلوة جدا. انت حالتك الحمد لله كويسة جدا. حالتك انت، شكل الشهر عامل ازاي؟ الشهر شكل فيه خير جدا. اما ان انت هيبقى عندك عطاء كتير، هتدي كتير الشهر ده، حد هيدي لك كتير، بس في حالة عطاء، مكافآت، فلوس جاية من ناس كبيرة، ورث، في شكل الشهر في خير كتير. انا سامع حاجة فيه. فين الصوت؟ لا الصوت ايه؟ الصوت كويس يا جماعة، الصوت مش واضح ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ده المايك والدنيا مفروض كويسة جدا. اللي عنده مشكلة في الصوت بليز يخرج ويدخل تاني. فشكل الشهر فيه عطاء كتير، في او ممكن يكون اخد ورد. لايف بيقطع، اخرجوا وادخلوا تاني يا جماعة. هدفك ايه الشهر ده يا جدي؟ انت عايز زي ما تقول كل حاجة، الساحة ده معاه كل حاجة، معاه زي ما قلنا العصا، ومعاه الكوباية، ومعاه الكوين، ومعاه السيف. الساحر كمان معاه الأربع عناصر، الأرض والمية والهواء والنار، الأربع، عايز كل حاجة. انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير، وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي. انت شكلك داخل على طموح جامد، في عندك طموح، بس ايه اللي بيوقفك؟ ايه عقباتك؟ عقباتك ضميرك، العادات والتقاليد، في وازع ديني او وازع ضمير هو اللي موقفك. يمكن حاسس بحاجه من اللي انت يعني مقبل اللي انت تعملها، او الفرص اللي بتجيلك، شاكك هل هي ممكن تزعل ربنا في حاجه، او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش. اللي موقف الحته دي وازع ديني او وازع ضمير، فاهمين قصدي ايه؟ دي العقبه اللي هتكون قدامك. ايه اللي هتحققه الشهر ده؟ The Star. اول حاجة انت الامل عندك، ده كارد الامل، النجم الامل، يعني هو احنا عندنا اسمه سحر، بس بمعنى السحر اللي احنا الوحش، بس هو اسمه ماجيك، السحر بالمعنى الحلو. انت هتحقق حاجة فيها سحر، اللي هو من حلاوتها ومن كتر بريقها، بريق وامل شديد جدا جدا جدا، ده في حد ذاته يعني انجاز، ده الانجاز اللي انت هتعمله. انت هترسل لنفسك امل وطموح مش قادر اقول لك عامل ازاي. داخل مرحله فيها سلام داخلي، وطاقتك فيها هدوء وسكينه، وعقلك متزن، mentally balanced، يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس، وجنرس سبيريت، ودي بتاكد ده، روحك فيها عطاء، عايز تدي، عندك طاقه عطاء، يعني ما شاء الله حاجه حلوه جدا. خليك بالروح الحلوه دي يا جدي، روحك حلوه جدا الشهر ده، حاجه يعني فيها سلام وحاجه جميله جدا. ايه اللي انت محتاج تتفاداه؟ what to overcome؟ القلق والخوف والاضطراب. ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف، بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده، فعندك خوف واضطرابات.
الحته دي، حاول تعدي الحته دي، اضطرابات ومخاوف انا مش شايفه لها داعي، انا شايفه ان السكه حلوه قوي، سكه مفتوحه، والامل اللي عندك ده انت بتشكل حاجه بايدك، انت الساحر، انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي، هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه، انت الوازع الديني عندك شغال، يعني ما مش واخد اجازه، ما تقلقش من حاجه، خوفك ده ملهوش اي داعي، وظفه بطريقه صح. ايه اللي محتاج تحتضنه الشهر ده؟ العيلة. ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك، هما انت اللي محتاجهم اكتر، عيلتك. يعني عندها مشاكل وزعلانة مع عيلتها، اللي زعلان مع مامته ولا زعلان مع باباه يروح يصالحه، والعيلة هي دي اكتر حاجة انت محتاجها الشهر ده عشان الصورة تكمل، حالة العطاء والوازع الديني والأمل الروحاني الجميل ده هيتوج بالعيلة، إن العيلة تكون مترابطة ومتصالحين، وحاجة يعني صورة جميلة جدا للعيلة. هتلاقي فين الدعم؟ إمتى هتعرف يعني إيه اللي هيديلك البوش؟ كل ما تلاقي نفسك عامل كده تعبان تعبان، اللي هو يا كده شقيان، ده الدعم بتاعك. اول ما يجيلك الاحساس ده اعرف ان انت ماشي صح، انت بتتعب جامد، انت كده شغال صح، هنا هتلاقي الدعم، مش وانت مأنتخ ومريح، لا وانت شغال عندك حاجات، فرص كتير يا جدي استغلها صح. ايه النصيحة؟ نصيحة الترو ليك الخمس سيوف. ايه الخمس سيوف دول؟ ده واحد يعني حتى لو الدنيا بايظة معاك او ما وصلتش للنتيجه اللي انت كنت متوقعها، وده وارد جدا ان هو يحصل، اوعى تبين، اقف كده وبتضحك ابتسام على وشك كانك كسبان. ممكن يكون ده حاجه تانية غير موضوع الامل في الشغل والحاجات دي، لا ممكن يكون حاجه بره، مثلا كان في كونفليكت او مشكله داخلها مع حد، حتى لو خارج انت خسران او حاسس ان انت الجيم انت ما كسبتوش، يعني مش عايزاك تبين ده خالص، عايزاك تبين الجوكر فيس، تضحك ولا فارق معاك. دي نصيحة الكارت ده، اوعى تبين ان انت اتهزمت. الجدي عصبي فعلا يا سلمى، دي حقيقة. طيب هلخص القراية، القراية حلوة جدا، دي حالة الجدي دلوقتي، في نجاح يا جدي، حاسس بالنجاح، حاسس بدفى، حاسس بسعادة داخلية مش مبررة كده، أما أنت مش فاهم هي جاية منين، حاجة مش مبررة بس حاسس بسعادة وحاسس بأمل. شكل الشهر ده فيه إيه؟ فيه عطاء رايح جاي، أنت بتدي والناس بتديلك. هدفك فرص، عايز فرص، وأنت مستعد إنك أنت المرة دي هتستغل الفرص دي صح. عندك الأدوات اللي تخليك تستعمل الأدوات دي صح وتوظفها لصالحك 100%. الساحر مفيش حاجة ما يعرفش يعملها، زي ما قلنا نبص دايما للحالة، للغة الجسد، إيد في الأرض وإيد في السماء، اللي هو هعمل أي حاجة، أنا هعمل أي حاجة، أنا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهعرف إزاي أستغلها. ايه العوائق؟ العوائق دينية او وازع ديني او الضمير. بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس ان هي مش ماشية مع مبادئك، لا انا معرفش اعمل ده، انا مش موافق على ده، ده اللي ممكن يعرقلك شوية، بس لو انت شايف ان ده الصح امشي مع الصح. ايه الانجاز اللي هيحصل عندك؟ اللي انت عندك الانجاز الشهر ده امل، عندك امل ومنور، نجم نجم، أمل، روحانية، السحر في الهوا، magic is in the air، اللي هو حاسس إن مفيش حاجة مستحيلة، أنا ممكن أعمل أي حاجة. حالة من العطاء، عندك حالة عطاء من جواك، وزي ما قلنا حالة سلام داخلي وتوازن عقلي، عقلك متوازن. يعني ساعات كده يا جماعه بيجي لنا وقت في الشهر تحس ان دماغنا شاطحه كده، اللي هو كل حاجه عندنا اوفر، انفعالاتنا على الحاجه اوفر، مزودين في كل حاجه، او تلاقيها مثلا ضحكه قوي ما تلاقينا ما بنديش رد فعل، الحاجه لازم ترد عليها، فدي حاله عدم توازن.
الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي، الحمد لله الدنيا حلوة قوي. محتاج تتفادى ايه؟ الخوف والقلق واضطرابات النوم والتفكير الزايد، تفكير كتير التفكير. لا انا عايزاك بدل التفكير والقلق ده تحوله لحاجة تانية، which is already انت حاسس بيه، يعني وظفه في حتة تانية، وظفه في الامل، في الطاقة، في البوش. ادي لنفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة. هات ايه اللي انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ظلك كده؟ عيلتك، عيلتك هم دول اهم حاجة، باباك مامتك اخواتك، باباكي باباكي مامتك اختك، دول اللي انت محتاج منهم الدعم. زي ما قلنا اللي زعلانين من بعض يروحوا دلوقتي يصالحوا بعض، ده الوقت. هتلاقي فين البوش؟ في التعب. كل ما تلاقي نفسك تعبان اتأكد ان انت ماشي صح، كده انت ماشي صح. النصيحة ما تبينش انهزامك حتى لو انهزمت. بشكرك يا سينو، سينيو، سينيوريتا، انت اسماهم كده يعني بفتكر دي كلمة ودي كلمة. انا شايفة امال كتير يا زهرة، باذن الله في فرص كتيرة بس عايزاكوا تحسنوا استغلالها. وماله يا سهام، ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة، انك مكبرة دماغك، دي حاجة حلوة جدا، لا مش وحش خالص. يعني انا جدي بس عصبية جدا. بصوا يا جماعة، موضوع العصبية ده في الجدي معروف، انتوا عصبيين، انتوا والحمل عصبيين جدا. يعني موضوع العصبية ده وانا كنت بعاني منه كتير. واحنا بنقول برج ايه؟ حول الله يا رب. الجدي. زي ما قلت لكم يا جماعة، تمرين النفس ده مهم جدا جدا، بيساعد جدا. اول لما تلاقي مشكله جايه عليكم خدوا نفس عميق، غيروا المكان، روحوا اوضه تانية. يعني انت لو مثلا بتتكلمي مع جوزك وحاسه ان الشراره ابتدت تطلع والسلك بيلمس، فدي ثانيه واحده، ثانيه واحده، خشي اوضه تانية، اشربي ميه، ميه بتهدي جدا على فكره، بتهدي بتهدي، بتطفي النار اللي جوه دي. وخدي نفس، بعد كده اتكلموا، يعني لان العصبيه دي هي مشكلتها انتي اكتر واحده بتتاذي، لان انا عصبيه برضو جدا، والموضوع ده اذاني جامد جدا جدا جدا، بتاذي صاحبها وبزعل الناس منه لانه بيقول كلام هو مش عايز يقوله وبيندم عليه بعدين. فيعني عشان تتفادي الموضوع ده جربي، والله صدقيني الموضوع ده، انا باخد بعضي وبمشي اروح اوضه تانية وبعدين ارجع تاني بعدها ب5 دقايق بالظبط، مش هيحصل اي حاجه في ال5 دقايق دي، يعني حقك مش هيروح، هتقولي اللي انت عايزاه بس هتقوليه بصوره احسن وفيها عقل اكتر، وهتاخدي حقك مش هتخسري، بالعكس يعني هتكسبي اكتر، لانه انت متعصبه لو رديتي هتغلطي فهتخسري حقك. فهمتي؟ فهمتي الفكره؟ ما عندناش موضوع العصبيه ده، انا عارفه ان هو صعب، وانا مش انا اخر واحده انصحكم في موضوع العصبيه ده، لان عصبيه جدا جدا فوق الوصف ممكن كنت تتخيله، بس بحاول يعني، ولازم نفضل نحاول. هنعمل ايه؟ دي القراءه العامه. خلونا دلوقتي نشوف الحاله العاطفيه لبرج الجدي، نطمن على اخواتنا واصحابنا برج الجدي.